المعلومات اللي موجودة، يعني لو هتلاقي سطر أو جملة فيها معلومة فبالبديهة هتدرك أنه عشان يتم التحقق من المعلومة دي كان في ساعات وساعات من البحث. المقالات اللي موجودة والصور الفوتوغرافية اللي متوثقة، الحقيقة هي مش بس اعتمدت على وثائق، هي حولت الكتاب ده في حد ذاته لوثيقة. يعني أعتقد أي حد، أي باحث رياضي أو اجتماعي عايز يتكلم عن النادي الإسماعيلي أو حتى مدينة الإسماعيلية، ده هيبقى جنبه في مجموعة الوثائق اللي بيعتمد عليها. طبعا من حب الإسماعيلوية لناديهم، الجمهور بقى ودكاترة وعملوا دراسات كثيرة جدا، يعني الجمهور وموقع للنادي عاملين حاجات كثيرة قوي عن النادي الإسماعيلي. بس كل التحية للجمهور الإسماعيلي والأهالي الإسماعيلية كلهم، يعني المدينة والأهل والشعب والنادي بالتأكيد طبعا. فمن حبهم للنادي عاملين ده. أيوة بس ده أخذ منك وقت قد إيه بقى؟ بالضبط 3 سنين ونص أو 4. أوف. ما هو الكتاب، يعني أنا عشان أقرأ 4000 وثيقة مثلا، يعني شيء مذهل، يعني عايز وقت طويل قوي. يعني لما عملت كتاب الأهلي قعدت اقرا محاضر مجلس الإدارة اللي ظهرت في 100 سنة او 100 وشوية، يعني المحاضر دي حاجة ضخمة جدا. مهمة النادي الأهلي، بأوية النادي الأهلي بالتأكيد مهمة شاقة لأن فيها تفاصيل كتير. إنما على الأقل كانت محفوظة. إنما وثائق نادي الإسماعيلي للأسف ما كانتش محفوظة. لا يعني اللي وفرها لي الحقيقة جاب لي الوثائق وجاب لي الصور وقال لي العب انت بقى، يعني عيش حياتك. ليه الوثائق مش موجودة يا أستاذ حسن؟ لا الأندية بتاعتنا مش، يعني أنا الحقيقة يعني تقريبا النادي الوحيد اللي عنده وثائق بتاريخه هو الأهلي. إنما الأندية التانية يعني ما عندهاش، يعني التاريخ ما يكتبش بالهوى أو بالحكايات، أصل أنا شفت، أصل أنا سمعت، أصل أنا عشت. لا لازم محاضر. وثيقة. وبعدين طب أنا بعمل كتاب عن الإسماعيلي، طب الإسماعيلية إيه؟ الإسماعيلية مين اللي عمل الإسماعيلية؟ طب إيه حكاية قناة السويس؟ ما هي مرتبطة بالإسماعيلية؟ طب إيه الاحتلال البريطاني وأكبر معسكر للإنجليز في الشرق الأوسط كان في مدن القناة، 80,000 عسكري، تأثيرهم إيه على شعب الإسماعيلي، يعني على شعب الإسماعيلي؟ حضرتك ربطت ما بين نشأة النادي الإسماعيلي وما بين حركة التحرر الوطني في مصر. طبعا لأن ظهور الأندية في مصر في بدايات القرن العشرين، طبعا في أندية ظهرت قبل في نهاية القرن 19 زي الجزيرة وزي بعض الأندية التانية اللي هي مش يعني مشهورة قوي، يعني زي الأهلي والزمالك والأندية التانية. إنما مطلع القرن العشرين ومنهم الإسماعيلي، في مطلع القرن العشرين كانت الحركة الوطنية في مصر بتغلي، جه مصطفى كامل وبعد مصطفى كامل محمد فريد، وفي حركة وطنية مهمة جدا عشان الاحتلال والاستقلال، يعني المعارك بتاعت مصر الوطنية كلها. يعني كمان أثر في شعبية الإسماعيلي وارتباطه بالإسماعيلية الحادثة بتاعت الشرطة 52 25 يناير، المعركة الشهيرة جدا الباسلة اللي يعني رفض اسم مأمور الاسم انه يسلم للاحتلال، انه يسلم الاحتلال الاسم، وفضل يقاتل لغاية آخر رصاصة. معركة عظيمة جدا في تاريخ الشرطة المصرية. فطبعا الحاجات دي كلها بالتأكيد لها تأثير يعني.